تمام حتى تشجعنا. تفضل يا سيدي. انا عارف في الادويه انا استاذ انه يعني احيانا يعني انا مثل لك خلاص ما في منفذ بده يشتغل بده يعيد على بشكل مثلا نزع على اسمه وقفنا عليه لا بشكل مستمر على النزول ما في استيعاب بشكل يومي احيانا مساعدة العسكري حضرنا مع اليوم ديوان الحوار بمركز تأهيل المرأة والطفل عم بيحكي عن حقوق الطفل وعمالة الأطفال. كانت الندوة كتير كتير حلوة وبالنسبة لي أنا كتير 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 استفدت منها لأنه أنا ابني كنا نحن بكم مكان وجينا بمكان تاني وحكيت عن ابني بالذات أنا يعني شلون كانت معاملته بالمدرسة مع زوجي ومع عائلتي بالبيت يعني كان يعني كتير حوار رائع وجميل جدا جدا والجميع استفاد من هالحوار وكان ندوة حوار كتير كتير رائع. ندوة اليوم تكلمت عن حقوق الطفل عن الأطفال بشكل عام عن عمالة الأطفال عن تسرب الأطفال من المدارس. طبعا تسرب وعمالة الأطفال بنعزيها لعدة أسباب واللي هي أهم أسباب فيها هي الأسباب الاجتماعية أو التفكك الأسري، كذلك الأسباب الاقتصادية كأسباب مثلا البطالة، أسباب الفقر، أسباب الجوع، في عنا أسباب سياسية وأمنية اللي هي أسباب التهجير والنزوح بسبب القصف. هذا كله أسرع نتيجته بتكون على سلبية على الأطفال، سببت عطتنا أجيال رح تطلع لنا أجيال طبعا عندها أثار كثير نفسية وأثار معنوية. عنا أطفال ممكن تلجأ ليستغلوها باستغلالات تانية، استغلالات من الأمور المسلحة، استغلالات بالأمور الإباحية، ممكن يستغلوها بالأمور يعني يستغل الطفل مثلا يلجأ للإدمان، ممكن يلجأ ينحرف الطفل، ممكن يطلع يصير عنده ردات نفسية كالحقد الكراهية، ممكن الطفل يصير عنده حقد على المجتمع. طبعا نحن عالجنا كل الأمور بهذه الندوة هي وحطينا طبعا حلول، نتمنى يعني يكون استفدنا من الندوة هي والندوة عالجت مشكلة نحن واقعين فيها. المجلس المحلي هدفه دراسة البلد لازم تبنوا ثقة المجتمع فيكم، لازم المجتمع يثق فيكم. هذا الموضوع اليوم انتهينا من ديوان حوار، كان بيحكي الديوان بشكل عام عن حقوق الأطفال، حكينا فيه عن مشكلة تسرب الأطفال يلي عم تصير هلا حاليا وكثير انتشرت عنا وخاصة بعد أزمة النزوح يلي صارت. حكينا عن أسباب هالظاهرة اللي عم بتصير تسرب الأطفال، أيضا حكينا عن نتائجها وآثارها السلبية عم تنعكس إن كان على المجتمع ولا على الطفل بحد ذاته. الضاحية يا مصعب، عند الضاحية برأيكم إذا دفع عنه كل الأسباب نعمل إحصاء مش نشتغل على المجتمع إحصاء من إحنا 50 بس عندنا بحاجة إلى قرقاسية.